ودلوقتي يا جماعه احنا الداخليه ورانا بالظبط، واحنا بنهرب منها عشان احنا متخلفين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اقفل الباب يا ابني عشان اصرخ. ما هو مقفول مقفول. ما علينا. ازيكم عاملين ايه؟ معانا السمسم، اهلا بيكم. ومعانا جو، هاي. النهارده كنا عاملين مغامره للهروب من الداخليه زي ما انتم شايفين، كانت بتهجم بس للاسف احنا طلعنا نجري من الموتوسيكل شويه. اوعوا يا جماعه تخرجوا الايام ديت علشان خاطر في حظر بجد، وممنوع خروج حد من بعد الساعه 7 فعلا، وبعد الساعه 11 12 ده قلق فظيع. يعني بقيت انت لوحدك في الشارع فمتشاف قوي، فهتلاقي الداخليه بتجري وراك بكل سهوله. انت بموتوسيكل؟ ايوه بموتوسيكل. رقم عربيتهم. تحب تقول لهم ايه يا جو؟ يا جماعه ما تخرجوش من البيت عشان مرض الكورونا ده مرض خطير. لما بتيجوا من اي حته اغسلوا ايديكم، بس اهم حاجه ما تخرجوش متاخر. وانت يا سمسم هتقول لهم ايه؟ ما ينفعش نخرج بالليل عشان الحكومه ما تجريش وراكم زي ما جريت الرباوه. شوفوا معانا بقى ايه اللي هيجرى. ودلوقتي يا جماعه احنا الداخليه ورانا بالظبط، واحنا بنهرب منها عشان احنا متخلفين. يعني تقدر تقول ان الداخليه حره منتظر. ايه ده؟ دي ما عملتلناش حاجه. من الواضح كده ان هي كمان بتهرب من الكورونا. يا رب تقدر تهرب. وفي الاخر طلعوا هما كمان بيجروا من الكورونا. باي باي يا جماعه، تابعونا يا جماعه، اغسلوا ايديكم كويس. باي باي.